بكل الود بكل الحب وبكل عفوية وتلقائية نتواصل، لكن اليوم نتواصل برشا حرقة وبرشا ألم وبرشا الحقيقة ما عادش نلقى كلمات، لأنه احنا جينا لهنا للحي الإسلامي في جبل الأحمر الكومباتون بلغة القديمة، احنا جينا في سفح هضبة البلفيدير وين كان ثم واد سبعة، خليني نعطي المرشي هذا اللي نتكلمنا عليه برشا، المرشي هذا اللي حضروا له بلاصة، لكن هذه بلاصة عرفتك اللي كما يوصل للبير وما يشربش، المرشي موجود جديد والناس قاعدين لهنا في حالة يرثى لها. الراجل غادي يقول لي أنا وقت اللي تصب المطر ما ننصبش، احنا لهنا للأسف فيكم باش نوريه صور صادمة، باش نوريه فضلات القطط الوسخ الحاجات اللي البلدية لازم تشوفهم. يا رسول الله علاش نعمل منشأة كيما هذه نصرف عليها معناها قداش فلوس ونجي نخلي الناس في حالة كيما هكايا، نخلي الرواد نتاع المرشي لهنا في حالة زادة مزرية كيف راه مش معقول يا بلدية تونس، راه هذا عيب كبير في حق المواطن التونسي. أنا مانيش باش نحكي راه بلغة الحرية ودرس نبوة وكل الكلام كله اللي ما منه حتى فايدة، أنا باش نحكي معاكم في المباشر هكايا، راه هذايا يتسمى مالفيرساسيون بالفرنساوية، راه هذايا فساد مالي. إذا كان باش يقعد المرشي كيف ما هو، الراجل يقول لي كسروا لنا حوانتنا لهنا بالفايونس ومريقلين وباللافابوات نتاعهم، حضروا لنا حوانت غادي ما فيهاش فايونس، وأكثر من هكا حاشاكم يا ناس اللي يتفرجوا فينا الرقار حتوالهم في فم الباب، هذا معقول يا رسول الله؟ يا أخي وقت اللي باش نعملوا التسليم المفاتح المسؤولين كي باش يتسلموا المفاتح ما يتفقدوش ما يشوفوش، والله يا حرام والله يا حرام، وإحنا في شر فيل في شر، وإحنا تو بدينا نمشيو بدا العد التنازلي للعيد الصغير، راه ما هوش معقول. إن شاء الله كل مرة نجي يقولوا لي ثم تاريخ، آخر مرة جيت لهنا يقولوا لي راه باش يقع معناها تسليم المفاتح ولا تسليم نصب لهنا في رمضان، يا رمضان قريب يوفى واحنا شيء ما صار. مشكسي صادق على فكره، صادق صفاقسي هو اللي قاعد يامن في هالصور هذيا، وهنا يقول لي ها وتفرج اخوي انا باش نوريه، انا باش نوريه وريني تحت الاستراد وفوق الاستراد، ما نجمش نهزو زين موسخ ياسر اكيد يشوف المسكوك مع الناس وين يمشي الماء، نسكر ونروح يدخل صور من اجا بالله. خلينا قلت اليوم باش نصور انا النقائص نتاع هالمرشي هذايا يا ناحية سكينة شنو تو؟ تفضل يا خويا يا صادق اعمل عليها بانو برسمك، اعمل برسم صادق صفيقتي ابو الدومة فطومة لا يتغشوا علي يقولوا ما سمعناش اليوم، هذه حانوت جزار يا بلدية تونس تفرجوا يا مسؤولين. كنصور البوكاني فوق منك شوف انا هذاك صورناه يا سي محمد يا بابا العزيز تصور البوكاني هاوي صور هاوي صور سكر ونروح اخويا تصب المطر غاديك الماء يروح عليه الواحد، معناتها واحد يولي عوم لهنا ما فماش ما يجيك حدك اليوم ولا كيف نجيب باش نقضي من عندك نلبس بوت، والله لابس بوت عاها ونوريه لك البوت بالله العظيم عندي اللي عاشق النبي يصلي عليه اي اللهم صل وسلم على سيد الخلق. صورناه المرة الأخرى ما نحبش ندخل له ما نحبش ندخل له الله يعينك، هذاك جديد ما أنا صورناه. من المفروض المرشي جديد يكون نظيف نظيف نظيف، وهما ما فهمتش علاش أنا بانين الشطر مرشي ومخليه الشطر الآخر. تلة صغيرة باش نعاودوا نصوروا، أنت كنت معايا آخر مرة وصورنا فضلات القطات هنا. زاد كثر الوسخ الله الله يهدينا على بعضنا الله يهدينا على بعضنا. تفرج تفرج هذا جديد تفرج شنو هو يا ولدي بالله اعذرونا اعذرونا على على صور يمكن تكون صادمه ايوا لا لا خليه 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 ابعد ابعد هذوما فضلات نتاع الناس لانه الفضاء الصحي هذاك مغلق فهمتني لانه الفضاء هذاك الصحي مغلق فهمتني دونك لا حول ولا قوه الا بالله. مره اخرى خلينا نعتذروا بالله للناس اللي قاعدين، انا قاعد نصور بالله اختاني انت قلي اي تخبى تخبى
شنو هادي؟ سماح السماح بالحق تما كيما ها هيك غرم برا سيد قطاوة خلينا نتلاو شوف انا شفنا انا نحكيو عليه احنا من صباح دينار البطاطا دينار 400 البصل دينار 600 طماطم ب 2000 الفلفل هكا ما هو هكا او سيرشيد هذا ب 4000 الدقلة هذيك مثبتة ديما ما ثماش بلايك البنان بقداش؟ البنان نبيع فيه ب 5000 سماح وكل فيل هذاك الخوخ الخوخ مازال فيل 2000 فرنك يا عمتي ب 2000 مثبت باهي المعدنوس راه صديقي هذاك علاش ندكك عليه هنا باهي والخس بقداش؟ ب 2500 طماطم 2500 يبيع فيه ب 2500 الكعبة ولا الكيلو؟ الكيلو ايش بيك تعارك يا اخي؟ سألتك انا جاوبني يا كيلو يلا نشوفوا الحوت والدجاج واللحم ونكملوا بحذا عنتر الله يعينك شنو هذا باي قطوسة؟ قداش تم؟ 5600 5600 والقاروس والورقة 15 دينار تريلي 8000 والتريلي 8000 قاروس ورقة 15 دينار ربي يبارك لك مرحبا بك اهلا انا نحكي واحنا على المرشي اليوم بالحق الواحد ما عادش ينجم يعني 20 و15 ما عادش يعملوا شيء ما عادش يعملوا حتى ما عادش يعملوا ومش نمشيو بالاغلاق قال باش يعملوا من المنتج للمستهلك ما شفناش ما ثماش هاك تشوف السوم كيفاه يعني غاليه من غير ما نزيدوا نحكيو اليوم سامحني ما عادش ثما تبقى جمله ما عادش هكا هو هكا هو كان نسأله هو على الناس كيفاش كانت تشري من عنده كيفاش كنت نلقى العباد انا قدام الناس فوق بعضها العباد كانت ما عادش تم اعطيني شويه سوام بالله سامحني التريلي هذيا في الازمه هذيا كانت تخدم ب 17000 ب 10000 ما تباعتش ب 10000 مش قاعده تتباع نزل لي ب 12 دينار الصوبيا ب 17000 اللي هي تخدم 22 دينار صبارس ب 3000 بوقا ب 3.6 صردوك مصلي على النبي تفرج المرجان وصردوك مخلط 5600 كيلو البيع ما فماش جمل لوراتا ب 14600 هاي مصلي على النبي هي عطيت باي قطوسه ولا مع الصباح كلاته على خويا صلى ربي جر الخير ونرتاحوا ان شاء الله يا خويا ان شاء الله هاو العلوش هنا ب 29800 والهبره ب 30 غاديك فيلي كيفاش؟ شو نشموا ريحة العلوش وما ناكلوهوش راهو هكا هو خويا غالي شموا بالك هذا نسمعوا كاين راهو ما يسالش عنا الحق نشموا اي بلاش ولا نشوي بشوية ديما متخبي عليا أنت هاي باهي 6780 دجاج لهنا والاسكالوب 13 دينار و800 مليم نجري بدينار أنا اسكالوب في ثلاثة من الناس ونجري بدينار حوت ظل تشحت لا ناكلوا في حوت ولا ناكلوا في الدجاج غالية يا صاحبي ربت أنا غالي هو بيغلوا الدولة تغلي والمواطن يغلي والقشر يغلي مش كل بالظرف فيها والظرف فينا نحن المواطن احنا لا ناكلوا برمضان كيبة غلة نطعموها لا ناكلوا النكهة بتاع الحم نطعموه برمضان راهو شاوي راهو برا نشوف الطول بتاعهم هو الطول بتاعهم الله يهدينا على بعضنا والله يحننا على بعضنا وكاهو ربي ديما يبقي ستر اسمعني حاج زعما احنا توا في شهر في ماي خليني نقول خاطر فيها افريل يتسموا فيها اليوم ديجا 28 افريل مازالوا فيه نهايرين ما هكا ولا زعما منا لاخر العام نلقى المرشي تحل تو عايتونا نعرفوا حوالتنا كل واحد يعرف انا هي حانوته الباقي المفاتح خلوهم عندهم هاو نبعثوا لهم رسالة احنا بالله يجيبوا لنا المفاتح وحلوا هالمرش ما سلموا الناس حوالتنا ما تسلمتوش ولا واحنا نحولنا حوالتنا بالفيانس ولا فابوات كنت نحكي عليهم ورجعوهم لنا بلاش انا كنت في بداية الحصة تكلمت قلت راه ثم شكون نهار تصب المطر ما ينصبش هو السيد هذا لا ما يسالش خلينا ناخذوه باش تكون بابا العزيز ثم كلمة تحب توصل
انا نشهد قدام ربي السيد رئيس الدائره وقت اللي جاوا باش يطيحوا المرشي قال لنا 4 شهور بالضبط وتعملوا مزيه اخرجوا فيسا سينار المقاول عنده بيناليتي على كل نهار زي ال4 شهور فاتوا بعدهم 40 شهر اي وينهم انا نستناهم انا نقولها راني انا ما على بالي بحد نقولها كلمه الحق قاعدين في بيرواتكم كليماتيزي ومرتاحين ما على بالكمش بين اقسم بالله نهار تصب المطر انا نصبح بطال انا كنت نحكي فيها تو برا نكملوا غادي بحذا سكوحه اهلا بيك يا نهارك اسعد وبرك يا عايشك نمشيو بحذا سكوحه هو راهو نهار اللي باش يحل المرشي هذاك هذا باش يولي مرشي نتاع فريب معناتها السوق نتاع فريب لهنا فاش تقيد يا مازال في الدباره نتاع اليوم عملت دباره مازلت يا انا شفتك انا نصور اي صوروا هاكا مع ممتو ربي يصونوا عنتر بقداش المعدنوس؟ صباح الخير. قداش المعدنوس؟ ها فيها رطل ب 500 ها شد. ها هاي فيها رطل هاي ب 500 برك. والخس؟ الخس بدينار هاي فيها 3 كيلو ها. خس بالعظمة هذه؟ ب 12 وبدينار. بالعظمة؟ هاي. كعبة اليوتيوب بدينار. كعبة اليوتيوب بدينار. خلينا نشوفوا سكوحه ترى شنو يحول حتى ب 300 يبيع هكا كيفاش؟ لا وين مشى سكوحه؟ يجي بالجنريج وثم توا مرشي يتحل هو من غير سكوحه؟ لا غالي مش معقول هذا قد ايه البصل يا حاج؟ البصل بدينار لا خلينا سكوحه مشانات ونكملوا في الدجاج غديك احنا الثوم هذه دينار ربطه الثوم دينار الربطه دينار ربطه هاي هذه ب 700 والسنير 800 الكيلو 14 عملوا لنا مكحوريه عاد يا حاجه عملوا لنا مكحوريه سبناها ب 1400 كان كتب ان شاء الله ربي يكتب كان الخير غير الله غالب قال لك العنتره طب انت اقدم واحد هنا اي اقدم بشر وشنو عملت به وين نسال فيك انا نسال فيك قلت لك اش عملت انا قلت لك انت اقدم بشر هنا ولا اي هكا اقدم لكن ما عندي ما عملت خليت شيء رحت البلدي ما بيش تعطيني الواحد تو يعطيوك تعطيني ابوس تو يعطيوك تعطيني ابوس دونك هذا مرشي كما قلت انا الكومباتون السلام عليكم. يا ولدي ما يسالش قل لي برك. الاسعار يا عمي. اي. زيادة كفر. صدر دجاج 8400. اعطيني الدجاج. الدجاج كامل. لا زاد 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 ما عادش يحط لك باش تبيع. تولي 6000 من عندهم هما تولي انت تزيد 15%. تزيد 15%. 6000 من عندهم. اسكالوب 13200 من عندهم هما. كزيد 15% يولد 14 كبده دجاج 15 دينار اللوم ما خذيتهاش يا احسن قد ايه باش تبيعها انت؟ لا تتباع 15 دينار تتباع 15 دينار لهنا يمدلك لهنا غاليه برشا يمدلك دينار يقول لك دينار كبده اش بتعطيه؟ بطلت احسن حاجه اش باش تاخذ لنا عاد انت باش ناخذ عظم دينار الحاره هاو باهي مازال ما طلعهاش الدينار ما طلعتش لهنا الدينار هايك غالية خضرة غالية أكيد غالية صدق دينار صغيرة العظم 980 فرنك 980 كل عظم في شكارة صورت أنا ما صورت حتى شيء الصابون نظيف نخرج للشمس صدق بلا خلينا لهنا هكا باش نكون كملت الجولة نتاعي في الكومباتون والحي الإسلامي كما قلت احنا في صفح الهضبة نتاع البلفيدير نتقابلوا غدوة بإذن الله لكن في الأثناء إن شاء الله توفى هالمعاناة تاع الناس لهنا إن شاء الله يا ربي كيف نجي المرة الجاية نلقى المرشي جديد يخدم نلقاه نظيف مش كما الحالة اللي صبرناها اليوم قبل غدوة بإذن الله في موعد متجدد مع تسوق والدواء وديما نقول إن شاء الله ربي جريها على السلاح إلى اللقاء